في إطار إحياء الأسبوع الوطني للوقاية المقر من طرف وزارة الصحة، والذي تضمن هذه السنة 7 محاور. المؤسسة سطرت برنامج ثري على مستوى جميع بلدية الاختصاص. اليوم كما راكم قاعدين تشوفوا معنا في اليوم الرابع هي الورشة على الإدمان، إدمان الشاشات، إدمان المخدرات، الأكل السليم الصحي. يعني كما راكم تشوفوا حضرنا معنا تلاميذ المدارس باش نوعيوهم ونديروا لهم حملات تحسيسيه. في اطار الاسبوع الوطني للوقايه ارتئينا اليوم المؤسسه العموميه للصحه الجواريه ام البواقي اقامه يوم تحسيسي خاص بالتعريف بمختلف انواع الادمان، خاصه بالنسبه للاطفال المتمدرسين، نعرفوهم على مختلف انواع الادمانات، بدايه بالتدخين الى اخطار الالعاب الالكترونيه للتشاط بصفه كبيره، نهايه بالادمان على المخدرات. انا تلميذ من متوسطه حجه مختار، جئت انا زملائي لنقدم مسرحية إدمان عن التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي والمخدرات، وننعلم الناس عن خطر مواقع التواصل الاجتماعي والمخدرات لأنها من الآفات الاجتماعية.